نحن للأسف وإن من دون تعميم شعوب عنصرية، عنصريون لأننا ما زلنا قاصرين جداً في وعينا الإنساني والفكري، عنصريون لأننا نتعامل بفوقية مع أعراق وجنسيات نعتبرها أقل شأناً ونتجاهل واقع أننا بدورنا نعامل باحتقار في الكثير من الثقافات والبلدان. لعلها طريقتنا البشعة والمجرمة في الانتقام من عنصرية بعض الغرب حيالنا، لكن مشكلتنا الأكبر أننا حتى الآن لا نعتبر العنصرية عيباً، لا بل نحن نمأسسها برعاية القانون تحت مسميات كثيرة منها نظام الكفالة، مسميات لا تخفي حقيقة أنها تجارة رق واستملاك بشر وإذلال ممنهج. لا أفهم كيف يمكن لعربي أن ينظر بعين الاستعلاء والعجرفة إلى شعوب وأعراق وجنسيات أخرى. في أثيوبيا لديهم رئيسة جمهورية، ونحن هنا نتخبط في ذكوريتنا المتخلفة. في سريلانكا لا تنقطع الكهرباء، وفي النيبال إحدى أعرق وأقدم الحضارات في تاريخ الأرض، ونحن هنا نتباهى بسبب نفط هو نقمتنا ونفتخر بتقدم لم نأخذ منه إلا القشور. نحن عالم ثالث بل عاشر يا جماعة. يؤسفني أن أبلغكم الخبر الآتي: ما يصنع قيمة أي بلاد هو درجة رقيها الإنساني وعمق اهتمامها بالثقافة ومدى إسهامها في الفكر، لا عدد ناطحات سحابها. We'll be right back.